نأخذ حبوب الرشاد ونأخذ كوب من الحليب يكون مغلي مسبقا ويكون دافئ. نأخذ مقدار ملعقة صغيرة فقط من حب الرشاد، حبوب الرشاد هنا نأخذ فقط ملعقة صغيرة ونضعها على الحليب. نخلط الحليب، قلت هنا يكون دافئ، مع حبوب الرشاد. طبعا لمن تعمل حمية تستخدم هنا حليب خالي من الدسم، يمكنها استعمال أي نوع حليب ويكون خالي من الدسم. وبعدها نأخذه صباحا هذا الكوب، وذلك لمدة أسبوعين متتاليين. هذه الوصفة تساعد على الشفاء من آلام المفاصل دون أي تدخل طبي، وليست لها أي آثار جانبية، فهي تحمي من التهابات المفاصل المزعجة والمؤلمة. تحتوي على نسبة عالية من بوتاسيوم كالسيوم، تساعدنا في حل كل مشاكل المتعلقة بالعظام. تقوي لنا هذه الوصفة العظام، تزيد من كثافة العظام، وهي رائعة جدا للسيدات اللواتي يعانون من هشاشة العظام، وتخفف من الآلام التي تصيب المفاصل. وذلك قلت شرط أخذ هذه الوصفة بانتظام، وذلك لمدة أسبوعين، وكذلك تعالج الروماتيزم. حب الرشاد يحتوي على فوائد كثيرة لا تحصى ولا تعد، كما سبق وذكرت، خاصة بعد سن الأربعين، ويستخدم بدلا من الأسبرين الذي ينصح به الأطباء المرضى بتناوله بعد هذا السن، ويقوي لنا العظام، فعال جدا لعلاج هشاشة العظام وضعف الأسنان، وكذلك هو علاج آمن وفعال لمرضى السكري، حيث أنه يمنع الإصابة بالمرض، وهو كذلك فعال جدا في تنظيف الكبد من المواد التي تدمره مثل الباراسيتامول ومياه الأكسجين. كذلك يعتبر ملين طبيعي ومضاد حيوي طبيعي، يقي من ارتفاع ضغط الدم، وكذلك هو مضاد للفطريات وأكثر الخمائر التي تؤذي السيدات بعدوى مهبلية مزمنة. وهو يحتوي على فيتامينات A وكذلك فيتامين C وفيتامين H، وكذلك غني بالحديد وحمض الفوليك. الطريقة الثانية أن نأخذ زبادي أو يوغرت زبادي، يمكن استعمال أي نوع زبادي حسب الحالة، ممكن زبادي منزوع الدسم أو زبادي محلى، يوغرت بمعنى يوغرت. ونأخذ ملعقة شاي صغيرة من حب الرشاد، نضعها على الزبادي، نخلط الزبادي مع حب الرشاد. وهذه الوصفة، وصفة الزبادي مع حب الرشاد، نتناولها مرة كل 12 ساعة، مرة كل 12 ساعة نأخذ وصفة الزبادي مع حب الرشاد، هي رائعة كذلك. نختار أي وصفة من بين الوصفات، وإذا كنت لا ترغبين بأخذ الزبادي مع الحليب ومشتقاته، عفوا حب الرشاد مع الحليب ومشتقاته، يمكن استعماله مع العصير أو الاكتفاء بأخذه فقط مع الماء. قلت يمكن استبدال الحليب ومشتقاته بالعصير أو فقط بالماء. طبعا هنا حب الرشاد أو الثفاء والرشاد من الرشد والوعي والإدراك، طبعا يساعد الجسم على إخراج الهرمونات الضارة، ويدعم الجسم لإنتاج مشتقات الأحماض الأمينية كذلك، واللي نقصها يعمل أو يمكن أن يعمل أمراض نفسية لدى الكبار والصغار. يعني تغذيته المستمرة عليه طبعا
يعطينا طبعا الرشد. لهذا اسمه حب الرشاد أو حب الرشد، حب الرشاد أو حب الرشد. وفوائده رهيبة، الانتظام على هذه الوصفات كل يوم يخلو عظامنا أو يصبح عظامنا غني بالكالسيوم والمغنيسيوم الذي يجعل العظام قوي، لاحتوائه كذلك على فيتامين سي، ويجعل الغضاريف قوية ولا تتآكل. كذلك لديه فوائد كثيرة أخرى وهي فظيعة. حب الرشاد يمنع أن ماء الأكسجين يزيد بالجسم، وهذا يعني أن ماء الأكسجين يزيد في الجسم بماذا يفيدنا؟ يفيدنا أنه يعني ما يظهرش، يعني لا يظهر لنا شعر أبيض، لأن الشعر الأبيض أو الشيب هو عبارة عن زيادة إخراج ماء الأكسجين في الشعر. فهذه الوصفات مفيدة جدا كذلك لمن يعانون من شيب أو شعر أبيض بالشعر. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.